طبعا احنا دايما هنا بنكون داعمين لمنتخب مصر لان دي طبيعه الحال، ودايما بنشوف ان مصلحه مصر هي رقم واحد قبل اي شيء. ولما بنقول الاهلي فوق الجميع بنقول الاهلي فوق جميع ابنائه، وان الاهلي نادي اكيد عناصره بتخدم في النهايه المنتخبات الوطنيه. وبالتالي لما يجي حد مسؤول في اتحاد او في منتخب ويبدا الحديث عن فكره بعض من المجاملات او بعض الاخفاقات في انه يكون اختار القرار صح وينسب ده عشان مجاملة للنادي الأهلي، فلازم يكون لنا وقفة ونوضح الأمور، لأن هو ده الهدف، إن النادي الأهلي زيه زي كل الأندية في الحقوق والواجبات. لكن ما ينفعش يكون في إخفاق في قرار من مدير فني ويجي يقول أصل أنا كنت بجامل أو بحاول أخدم مصالح النادي الأهلي في بطولة أفريقيا، وده على أرض الواقع إلا نثبته إنه مش صحيح. فتعالوا نسمع الكابتن حسام البدري مدير الفني لمنتخب مصر السابق وهو بيتكلم عن فكرة إلغاء معسكر الموسم الماضي اللي هو معسكر يونيو من 1 يونيو حتى 15 يونيو وأسبابه إيه عشان نرجع نحقق في الموضوع. نشوف الفيديو. انتقدوك كابتن في الإعلام أن حسام البدري أيضا من ضمن أخطائه أنه لم يستغل الأجندة الدولية للفيفا وما طلب مباريات دولية ولا عسكر للفريق وهذا أثر على الأداء، هل فعلا حسام البدري يعني موضوع الأجندة؟ أنا لعبت مباراة في المرحلة الأولى، لعبت مع بوتسوانا ولعبت مع ليبيريا، كنت بلعب في الأجندة. لكن أما حصل أن تاني موسم على التوالي يحصل التلاحم بتاع الموسمين بالإرهاق الكبير ده، وفي نفس الوقت وصول النادي الأهلي للنهائي على مدار النهائي الأفريقي على مدار عامين، وأنا بيعتبر تقريبا 60 أو 65 أو 70% من قوام المنتخب بيبقى من النادي الأهلي، والغالبية الأكثر كمان من نادي الزمالك. فبالتالي كنت بفضل أن في الأجندة دي يبقى في فترة راحة، لأن وقتها الناس بس بتنسى، أنا بقولها أن في أجندة كان وقتها أن النادي الأهلي هيلعب بعدها على طول نهائي أفريقيا. فمنين ان انا افكر في مصلحه فريق مصري، مش عاوز اقول طبعا انا كنت مدرب منتخب فريق مصري، وافكر في مصلحه الفريق ده على اساس ان هو ما يبقاش مرهق، ما تبقاش فيه اصابات. الاجنده ما كانتش هتفيدني، بل بالعكس كانت الاجنده هتزود الضغط على اللعيبه، هتزود الارهاق على اللعيبه، فبالتالي كانت هتبقى سلبيه اكتر. فيمكن انا كنت اما بتيجي وقت الاجنده كنت بستغلها في وقت ان انا احاول اريح اللعيبه اللي هي بتواجه اسوأ يعني موسمين من حيث الضغط ومن حيث المباريات ومن حيث كم المباريات، فكنت بحاول ان انا اساعد اللعيبه شويه في فترات الراحه. طبعا كابتن حسام البدري قال جمله يعني استوقفتني، وهي ان الناس بتنسى، وده حقيقي فعلا ممكن الناس تنسى. ولهذا بنذكر الكابتن حسام البدري لانه بالتاكيد من ضمن الناس، ونقول ان في بعض المعلومات ما كانتش واضحه او ما كانتش صحيحه. اولها ان الناس او قال الجمله بعد الناس بتنسى ان النهائي الاهلي كان بعد التوقف ده هيلعب النهائي على طول. طبعا التوقف ده كان من 1/6 ل 15/6، النادي الاهلي كان لسه هيلعب الدور قبل النهائي ذهابا مع الترجي، وكان اتحدد له قبل ميعاد التوقف ده 18 او 19/6، والنادي الاهلي لعب مباراه الذهاب مع الترجي في تونس، ثم بعدها باسبوع لعب مباراه العوده، فما كانش لسه اصلا النادي الاهلي وصل للنهائي. ده رقم واحد. رقم اتنين، فكره التلاحم وتاني موسم يكون فيه تلاحم على التوالي. انا تقريبا ما بقتش فاكر الموسم اللي النادي الاهلي قدر يفصل فيه، لان النادي الاهلي تقريبا اخر 5 سنين واصل فيه 4 نهائيات، فتقريبا كان كل موسم فيه تلاحم عند النادي الاهلي. حتى كان الموسم اللي كان الكابتن حسام البدري مدير فني للنادي الاهلي ايضا كان فيه تلاحم، فبالتالي فكره التلاحم مش عذر ابدا لاراحه النادي الاهلي. وانا ما عنديش مشكله لو بالفعل الغاء المعسكر ده كان سببه فعلا إراحة النادي الأهلي من أجل تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا ووصوله للنهائي، لكن المشكلة إن يكون ده مش حاصل ونقول إن ده حاصل، لأن بالتأكيد الموضوع يا فارس مختلف تماما عن فكرة النادي الأهلي. هو احنا كابتن حسام البدري سياسة إن هو بيشيلنا جمايل،
انا ما عنديش مشكله ان انت يا كابتن حسام تحاول تتبرأ من اشياء كتير جدا، بس الورقه والقلم بتناقض اللي انت بتقوله وبتبين ان في كلام كتير مش موضوعي. زي فعلا طبعا في ارهاق، طب ما احنا متفقين ان كان في تلاحم مباريات، زي ان لاعبي المنتخب الاولمبي كنت انت بينضموا وكان ده مؤثر، كل ده حقيقي. ولكن فكره بقى ان كان النادي الاهلي في هدف لإراحته، ده اللي هنشوف إذا كان فعلا هل السياسة القائمة على إدارة الكرة المصرية كان بتقول كلام يعكس إن كلام كابتن حسام البدري صح، ولا بيشيلنا جمايل. نطلع ونشوف الفيديو ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بيتكلم وبيوضح اللي كابتن حسام البدري أصلا قاله، ممكن نشوفه صح ولا غلط. بعض الكلام والهمهمات حوالين بعض الامور في الاجندات الدوليه يمكن يحصل فيها اي حاجه او تعديل تاخدنا اللي مثلا كمان اسبوعين ثلاثه من الدوري ممكن يتلعبوا. والله احنا هنقعد مع لا 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 المهمات دي ما عدهاش، قول لي ايه اللي هيحصل، تاجيلات ايه لا 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 لسه 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 الكلام مش اكيد. لكن في كلام ان ممكن يحصل بعض التعديل في الاجنده الدوليه، ممكن يحصل بعض التعديل في الاجنده الدوليه خاصه بالمباريات الرسميه في افريقيا. فلو حصل كده ممكن ياخدنا في كمان اسبوع 10 ايام. بدري مش متاخر، بدري مش متاخر كويس. يبقى انا النهارده لما نقدر نقعد مع الانديه، لو الانديه ابدت بعض المرونه في انها تتنازل عن بعض حقوقها، عشان ما اقولش ده حق اتحاد الكوره فاخده غصب عنك، بالعكس يعني لو حد ممكن وما تضمنش مين اللي هيكون مختار للمنتخب الاولمبي ومين مش موجود. لو الانديه ادت بعض المرونه في المساله ممكن نخلص بدري، ضغطنا ممكن نخلص. لو احنا وصلنا للامثل يعني احنا بنتكلم ان ممكن نخلص 30/8 بدل 30/9، لو وصلنا للامثل ان ننهي 15/8. الفيديو ده في تاريخ 2 مايو، كانت الفكرة فيه إن ما كانتش همهمات، إنما كانت معلومات مسبقة لدى رئيس الاتحاد بإن هيكون في بعض التغييرات في الأجندة. هو بقى فكر إزاي؟ فكر زي ما أنت بتقول فعلاً إن يكون في راحة للاعبين المرهقين فبسببهم إن أنت تأجل، ده ما حصلش. ده هو قال أنا عايز أخلص الدوري 30/8 بدل ما أخلصه 30/9، يعني مزيدا من المباريات المضغوطة اللي كان أكتر فريق عمليا ونظريا متضرر فيها هو أكتر فريق خد مباريات محلية وإفريقية والنادي الأهلي. إذن التفكير اللي كابتن حسام البدري روجه لنا ما كانش على أرض الواقع وبالورقة والقلم موجود إطلاق. فارس، إحنا لاعبين أو بيتسو موسيماني خد غرامة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لما قال بعد مباراة الزمالك 14 مايو ان انا فريق صن داونز واخد راحة اكتر مني، وكنت اتمنى ان اتحاد الكرة يعطي راحة للنادي الاهلي قبل مواجهة صن داونز في دور الثمانية. ففكرة ان انا اصدر فكرة ان انا بريح النادي الاهلي ولعبته اعتقد يعني امر صعب جدا. لكن الكابتن احمد مجاهد في لقاء اخر اتكلم بقى عن فكرة من المسؤول عن الغاء المعسكر من 1/6 ل 15/6. نسمع الكابتن او المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه اللي تدير اتحاد كره القدم المصري، نشوف الفيديو. كل منتخبات العالم يا كابتن احمد مجاهد كانت بتلعب ولا زالت بتلعب الا منتخبنا الوطني. الحقيقه اتكلمنا مع الكابتن حسام في البدايه، كان في اجتماع بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب معانا في البدايه قبل في شهر 6، قبل توقف الدولي في شهر 6. وكان الكابتن حسام هو قال ان هو التنسيق بينه وبين اللاعبين المحترفين، هو فضل الناس ان الموسمين يتلحموا ببعض، فضل المحترفين في الخارج يريحوا، بالاضافه لان جزء كبير من قوام المنتخب في المنتخب الاولمبي، عشان الناس دايما بتبص الجزائر او المغرب او تونس صعب يلعبوا وغيرهم، لكن هم ما وصلوش الاولمبياد. احنا منتخبنا الاولمبي ان شاء الله باذن الله رايح الاولمبياد، وجزء كبير من قوام المنتخب الاول هو منهم اللاعبين المنتخب الاولمبي. فوالله ده كان وجهه نظر كابتن حسام ان انا هلعب من غير القوام الموجود في المنتخب الاولمبي بالاضافه للقوام المحترفين في الخارج، فمش هيكون المباريات دي او التجمع مفيد، اللي هي المنتخب الاولمبي من الاول كان متجمع فيها ما كانش محطوط فيها حتى اي مباريات، ما كانش في مباريات وتاجلت. لكن هو دي وجهه نظر المدير الفني. يعني اللي رفض ان مصر تلعب مباراه وديه دوليه هو كابتن حسام البدري. مش رفض، هو اللي شاف ان الصوره بالنسبه له مش هتكون مناسبه في التوقيت ده. عجبني جدا يعني تعقيب رئيس اللجنه الثلاثيه في فكره هو مش رفض، هو يعني شايف ان الصوره المناسبه ان التوقيت ده غير مناسب.
طب ايه هي الاسباب يا باشمهندس احمد مجاهد؟ هل هي فعلا وصول النادي الاهلي للنهائي اللي هو كان دور قبل النهائي؟ لا، ده عشان المنتخب الاولمبي في معسكر، والمنتخب الاولمبي يختلف عن منتخبات شمال افريقيا اللي ما بتلعبش مباريات، لان المنتخب الاولمبي وصل الاولمبياد فبالتالي لازم يكون في معسكر، وجزء كبير من قوام المنتخب الاولمبي هو نفس قوام منتخب مصر. ده السبب الاول اللي اعلنه الباشمهندس احمد مجاهد بعد التشاور بينه وبين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب. السبب الثاني اللي اعلنه الباشمهندس احمد مجاهد على لسان الكابتن حسام البدري هو ان في التحام مواسم وعايز اراحه المحترفين. انا لو عايز اجيب محترفين دلوقتي لسه بينهوا الموسم، فاما اجيبهم ادخلهم في معسكر دولي فده نوع من انواع الارهاق. وبالتالي من وجهه نظر الكابتن حسام البدري اللي نقلها الباشمهندس احمد مجاهد وقت الغاء التوقف الدولي هي فكره اراحه المحترفين، تداخل معسكر المنتخب الاولمبي مع المنتخب القومي، ومفيش اي حاجه حتى هذه اللحظه تخص النادي الاهلي. هو هنا عندنا اسباب واضحه احمد عددها لكم قالها رئيس الاتحاد. الاسباب دي بتختلف عن الاسباب اللي قالها كابتن حسام البدري في بدايه الفقره، بس لما نرجع بقى للوقت اللي كابتن حسام البدري قال فيه التصريحات، هل كانت تتسق مع اللي قاله رئيس الاتحاد ولا لا؟ تعالوا نشوف كابتن حسام البدري وقتها كان بيقول ايه. في البداية السؤال اللي الناس كلها بتسأله، المعسكر الماتشات الودية ما حبتش، وجهة نظر حضرتك. ده كان قراري ان انا بنتقل لاتحاد الكورة، وبناء عليه ما عملناش مباراة ودية. العوامل كلها اتحسبت والمعايير اتحطت، وفي نفس الوقت انا بقول لو كنت انا عملت مباراة ودية كنت حاطط المحترفين ان هم ما ياخدوش اجازة. في نفس الوقت كان فترة الاجازة حتى اللي معظم الفرق اخذتها الفتره اللي فاتت دي، في فرق اخذت الزمالك خد 5 ايام، والاهلي برضه اعتقد نفس الشيء. وفي نفس الوقت شفنا يمكن برضه ما كانتش في الحسابات، لكن ظروف كورونا اللي اتعرض ليها نادي بيراميدز 13 لاعب، وكان في تقريبا القائمه اللي انا عامل حسابي عليها كان في 8 لاعبين من بيراميدز. ده بجانب لعيبه المنتخب الاولمبي اللي موجوده مع شوقي. صح. في نفس الوقت برضه اللعيبه في المنتخب الاولمبي الموجوده مع شوقي طبعا مش هعرف طبعا استدعيهم، وشوقي الافضليه دي في الوقت ده طبعا هو يحضر انهي البطوله في الشهر الجاي، الاولمبياد في الشهر الجاي، فكان هو الاولى ان هو ياخد اللعيبه. فاما اتحسبت كل الامور دي كان القرار زي ما انا بقول لك كده، وزي ما انت متاكد دلوقتي ان كان القرار الصحيح ان احنا المباراه الوديه ما كانتش هتبقى يعني فيها استفاده خالص. الكلام ده يا جماعه خطير جدا. ليه خطير؟ لان زي ما قلت لكم عنوان الفقره اللي احنا بنتكلم فيها انك انت بتشايلني جمايل، والكلام ده لا يمكن يمر لان ممكن يستند عليه البعض بعد كده في كحجه. احنا بقى بنرد بالورقه والقلم. وقتها كابتن حسام البدري وهو في موضع المسؤوليه مش بيحاول يسترضي جمهور ما زي ما هو بيقول دلوقتي والسبب واضح. تعالى بقى هو الاسباب اللي عددها ايه. اول حاجه راحت المحترفين. تاني حاجة قالها كابتن حسام البدري الزمالك محتاج يريح 5 أيام، والنادي الأهلي أعتقد هيريح نفس الفترة. بيراميدز عنده 13 لاعب مصاب بكورونا. المنتخب الأولمبي هو أولى باللاعبين وكابتن شوقي غريب. لما نيجي نمسك الورقة والقلم اللي احنا بنرد بيهم هتلاقي دي كانت الأسباب اللي بتتسق مع كلام رئيس الاتحاد، واللي بتختلف تماما عن اللي قاله كابتن حسام البدري حاليا لما خلاص ساب المنصب. طيب أنا عايز أقول رسالة لكابتن حسام البدري، هو أكثر من دفع ثمن إرهاق لاعبي الأهلي وموافقته على ضغط الدوري عشان يخلص 30/8، ونتيجة ده كان لاعبي الأهلي فعلا وصلوا لمرحلة بدنية صعبة جدا أثرت عليهم. كمان كابتن حسام البدري برضه عشان نفهم الشخصية، هو عنده نوع من التصريحات دي، يعني على سبيل المثال هو لما جه خرج في نفس اللقاء قال أنا تدريب الزمالك مرفوض بالنسبة لي لأن أنا ابن من أبناء الأهلي، والأهلي بالنسبة لي هو كل شيء وصعب أدرب فريق تاني. هو كابتن حسام البدري اللي في مرحلة سابقة وهو رئيس نادي بيراميدز كان رأيه إن تدريب نادي الزمالك فرصة لو جاءت يكون شيء جيد، ويكون حريص يشوف مدى إمكانيتها. إذن أنا بربط ده بإيه؟ بفكرة ظرف ووقت التصريح. إحنا ردينا بشكل عملي في وقت وظرف التصريح، وكمان اللاعبين اللي اختيروا للمنتخب الأولمبي وقتها كان مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وطار محمد طار وصلاح محسن. دول اللي هم من النادي الأهلي. من النادي الأهلي. لكن أنا بس مختلف على فكرة استرضاء جماهير، لأن أعتقد الكابتن حسام البدري وقت ما كان موجود الباشمهندس أحمد مجاهد كانوا على وفاق
فما كانش ينفع يقول ان انا بقول لك حاليا اه لكن حاليا في الاخير في الاخير. لكن طيب نحط الكلام ده على ارض الواقع ونشوف هل اصلا فعلا الغاء المعسكر ده كان لاراحه النادي الاهلي او لاي اسباب حتى مرتبطه بالنادي الاهلي من قريب او من بعيد. اللي هيرد عمليا بقى هو اتحاد الكره. احنا شفنا الموسم الماضي تقريبا كل 72 ساعه بيطلع لنا جدول دوري مختلف، تلاقي مباراه الاهلي وفي السوبر مع طلائع الجيش يوم 1/7، تيجي بعد كده تلاقي لا اتحط مباراه الاهلي وبيراميدز 2/7، فمباراه بيراميدز وسموحه تيجي قبل مباراه البنك واسوان، فشفنا جداول كتير مختلفه. لكن خلينا نوضح، مش يمكن فعلا هم كانوا عندهم نيه الغاء المعسكر ده من اجل النادي الاهلي؟ الحقيقه لا، كان الغاء المعسكر ده اللي قاله الباشمهندس احمد مجاهد من اجل الانتهاء من جدول الدوري. الباشمهندس احمد مجاهد اللي له تصريحات كانت واضحه وصريحه جدا ان النادي الاهلي مشكورا، تاني النادي الاهلي مشكورا قرر يلعب مباريات في التوقف الدولي للاولمبياد، في التوقف الاولمبياد المنتخب مصر الاولمبي في طوكيو، ان هو يلعب مباراتين او ثلاثه. اتمنى باقي الفرق تحذو حذو النادي الاهلي، لكن الحقيقه النادي الاهلي لعب اربع مباريات بدون لاعبيه الدوليين في اولمبياد طوكيو، واعتقد دفعنا ضريبه ده في فقدان بطوله الدوري اللي هي كان اقرب ليها النادي الاهلي بشكل كبير جدا. لكن مش موضوعنا ده، موضوعنا ان كان في اصلا جدول دوري وقت التوقف الدوري اللي اتلغى ده. اذا انت ما كنتش بتريح فرقه، انت كنت بتنهي الدوري. ونقدر نستعرض الجدول اللي صدر من اتحاد الكره تاريخ 16 مايو. تاريخ 16 مايو كان بعد مباراه الاهلي وصن داونز، مباراه الذهاب كان فيها النادي الاهلي بيلعب 1/6 مع البنك، وكان اتحاد الكره على علم ان النادي الاهلي هيلعب يوم 13 مع صن داونز في جنوب افريقيا، وهيطلع من جنوب افريقيا يلعب السوبر الافريقي في قطر يوم 28/5، فيوم 1/6 كان مباراه البنك، يوم 4/6 مباراه انبي، يوم 7/6 مباراه اسوان. ده يعني منطقيا ده فعلا قرار لاراحه النادي الاهلي، الغاء المعسكر لاراحه النادي الاهلي، اتلغى المعسكر واتحطت مباراه للنادي الاهلي لغايه يوم 7، ثم تم تعديل اخر اتحط مباراه للنادي الاهلي حتى يوم 11، وانت المفترض هتلعب في تونس يوم من 16 17 او 18 19 في الوقت ده، فكنت يوم 11 هتلعب مباراه. وفي البعض اللي كان بيحاول يحط لك مباراه اخرى، اضغط في المباريات دي عشان اصل احنا لغينا المعسكر من اجل النادي الاهلي، بس من اجل ان النادي الاهلي يلعب اكبر مباريات مضغوطه. في 6/6 اتغير تاني لما حصل ازمه بقى في فكره بعض اللعيبه او بعض المنتخبات طلبت لعيبه من عندنا، حصل جدول اخر يوم 6/6 وتعديل اخر يوم 6/6 ايضا للنادي الاهلي في مباريات في شهر 6 في الفتره من 1/6 حتى 15/6. فبالعقل بالمنطق بالارقام بالحسابات الغاء معسكر المنتخب ما كانش له علاقه غير بحاجه واحده فقط لا غير، هو ان الدوري يتم ضغطه ويتم ضغط مباريات النادي الاهلي حتى ينتهي اتحاد الكره من الدوري العام في اقرب فرصه ممكنه، حتى لو انت هتلاعب باقي مباريات الدوري النادي الاهلي وناقص 6 لاعبين على راسهم الكابتن محمد الشناوي بيمثلوا منتخب مصر الاولمبي في اولمبياد طوكيو. هي دي الحقيقه الواضحه بلا اي تحريف. وزي ما قلنا، اولا انت عندك لائحه، وثانيا عندك اربع مباريات زي ما ذكرنا لاعبينك في المنتخب الاولمبي كانوا موجودين فيها، يمكن مع بعض اللاعبين كمان تجاوزت عدد الاربع مباريات لان كانوا راجعين مرهقين فما قدرتش تستفيد بيهم فنيا. فعمليا الموسم ده النادي الاهلي اكتر نادي دفع ضريبه فكره ان هو مساندته للمنتخبات الوطنيه ومساندته بالعكس على حسابه هو لكتير جدا من المواقف اللي كان ممكن تكون مختلفة. حتى اللائحة هنا اللي بتمنع إقامة المباريات، يحق لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحديد مباريات لبعض الفرق خلال الأجندة الدولية إذا كان هناك ضرورة لذلك. شرط إيه بقى؟ ألا يكون للفريقين طرف المباراة أكثر من لاعبين تم استدعائهم لمنتخبات أو للمنتخبات الوطنية. طبعا إحنا شفنا العدد الخاص بلاعبي النادي الأهلي في المنتخب، فإحنا كتير جدا ممكن الناس تهرب من تصريحات زي اللي قالها كابتن حسام البدري أو تتجنبها، لا إحنا هنا عندنا منهج، عندنا منطق، عندنا شواهد، عندنا تفاصيل بنستند إليها. فبالعكس بنحب نواجه وبنحب نبرئ ساحة النادي الأهلي
من اي حد يعتقد ان هو يسرد شيء يخصه على سبيل المجامله. هي اللائحه دي يا فارس، هي اللائحه دي هي اللي خلت النادي الاهلي ما يلعبش او ان الدوري ما يتلعبش من 1/6 ل 15/6 لا اكثر طبعا ولا اقل. الموضوع بقى واضح تاني، بنعيده ببساطه وبنربط الخيوط ببعض. كابتن حسام البدري تصريحك مش موفق على ارض الواقع، غير حقيقي بالمره. حتى النادي الاهلي كان لسه هيلعب قبل النهائي، مش هيلعب نهائي، وما كانش الامر فيه اي راحه للنادي الاهلي بدليل الجدول اللي نزل. ولكن اتحاد الكره يعني على حد ادراكي للامر او استبطان الامر، هم كانوا مفكرين ان بما اننا مش هنلعب معسكر منتخب اول فيلا نلعب مباريات الدوري، فاصطدموا ان احنا عندنا لعيبه محترفين ولاعيبه مؤثرين. مش بتكلم لعيبه محترفين في النادي الاهلي لا، وفي الزمالك ايضا كان في لعيبه محترفين وبيتم استدعائهم للمنتخبات، وبالتالي المنتخبات دي يعني داخله المعسكر وعندها معسكرات دوليه وبتشارك فيه، ويمكن ده ياثر بشكل او باخر. احنا حاليا في صراع مع نيجيريا صعب جدا على فكره انك انت تكون مصنف ضمن الخمسه الاوائل عشان يكون عندك فرصه في مباريات النوك اوت اللي انت تلعب بعد ان شاء الله تصدر مجموعتك، تكون بتلعب منتخب مصنف من التصنيف الثاني، الخماسي التصنيف الثاني. حاليا احنا لا، احنا صعب جدا الامر مع منتخب نيجيريا. نتمنى طبعا ربنا يكرمنا واننا نفوز المباراتين ويتعثر منتخب نيجيريا ويكون في تصنيف نتواجد فيه في المرتبه الخامسه افريقيا. لكن في النهايه كان الامر كله متعلق بانتهاء الدوري، وكان كل الظن ان خلاص طالما احنا مش هنلعب نلعب الدوري، فاصطدموا بالماده دي او باللائحه دي اللي خلت اتحاد الكره يتراجع عن كل المباريات اللي كان محددها من 1/6 ل 15/6، ثم عاد مباراه للزمالك يوم 19/6 ان لم تخن الذاكره. فالامر بعيد كل البعد عن فكره مواجهه النادي او فكره اراحه النادي اليه. والموسم ده تحديدا يا اسامه، يعني احنا يا جماعه بالبلدي كده النادي الاهلي وجمهوره كانوا استووا، ففكره كمان ان انت تيجي تحملنا شيء انت بالورقه والقلم ما كانش ليه اي واقع، فاعتقد ده كمان يعني احنا لو في مجاملات السنه دي فيبقى النادي الاهلي اللي جامل ناس كتير جدا 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 بان هو تحمل منهم اللي كان صعب احتماله. ولكن هنفضل لا انا اسف يا فارس للمقاطعه، ولاعب مضغوط طبعا بناقص لاعبيه، مش باتفاق، احنا قلنا عدد المباريات ولا لائحه، لاعب مضغوط بدون اتفاق. في أندية أخرى لعبت مضغوطة لأن كان مصلحتها إنها تلعب مباريات مضغوطة. لا، وعرضنا قبل كده ده في مواسم أنت كنت بتتساند أفريقيا. وعلى فكرة إحنا هنا بنقر، إحنا مش في ديبيت مع نادي الزمالك، بس زي ما عرضنا قبل كده إن أنت كان عندك مباريات في الدوري بتؤجل عشان الكونفدرالية، ترجع ما تلعبهاش في وقتها وتؤجل تاني عشان الكونفدرالية، وانت بتريح فريق على الجانب الاخر. زي ما قلنا النادي الاهلي هو اللي جامل ناس كتير جدا السنة دي بان هو كان بيضع مصلحة المنتخبات رقم واحد، فما تجيش كمان تحملنا جميلة، لان هنا بنرد وما بنسيبش حد يحملنا جمايل مش حقيقية.